عوافي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وين ما كانوا عم يتابعونا. اليوم رح نحكي بكذا موضوع، خاصة من بعد هالعهر الإعلامي اللي عم نشوفه على التلفزيونات وعلى محطات الإعلام، ومن إعلاميين ومن صحفيين ومن سياسيين يلي بيمتهنوا الكذب، خاصة بمواضيع بتتعلق لها علاقة بملاحقات ضد رياض سلامة، بكيفية تسخيف موضوع هالملاحقات، وعلى طول المشكلة الأساسية عند اللبنانية بحطوها بيقولوا الأمريكان ما بدهم هيك، والأمريكان بدهم يحموا رياض سلامة، والأمريكان بدهم يهربوه على دولة، والقضاء بأوروبا ما رح يطلع شيء من أمره لأنه الأمريكان ما رح يخلوني يعاقبوه لرياض سلامة. اصلا المشكله مش بمعاقبه رياض سلامه او من عدم معاقبته، المشكله هي في العقليه والذهنيه عند بعض اللبنانيه يلي تعودوا على الكذب وعلى الاشاعه وتعودوا على هالمسار الانحداري بالتعاطي بمواضيع اساسيه. رح نفتح كذا موضوع خاصه فيما يتعلق برياض سلامه، فيما يتعلق بابلاغه من قبل وكلائه اليوم انه الادعاء رح يتم عليه بالاتهام بتبييض الاموال والاختلاس والتزوير واستعمال المزور. رح نحكي بموضوع كمان كتير له علاقة بتركيبتنا السياسية، خاصة فيما يتعلق بالكذب اللي بيطلع على موضوع ترشيح سليمان فرنجية او حيالله اكس من الناس. بس كمان بدنا نحكي، اول شيء بدنا نوجه للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتحية والتهنئة بعيد الفطر السعيد وفطر مبارك. نتأمل عن جد، يعني مثل ما قلت اليوم، نتأمل انه هالصيام الطويل اللي كلنا صمناه وثاقبت كل الاعياد ثاقبت مع بعضها هالمرة، انه يفطروا اللبنانية على هيدي العصابة وياكلوها، ياكلوا هي رموز هذه العصابة، هيك بيكون فطر سعيد على كل اللبنانيين كانوا بلبنان ولا بدول الاغتراب. كمان في شغلة قبل ما فوت بتفصيل هيدا الفيديو، يعني سمعنا بعض الصحفيين ما بدي اسميهم بس هن بينتموا لليسار المعفن، عم بيتهجموا على الجيش اللبناني كيف عم بيشيل عيال نازحين سوريين عم بيحطهم بمنطقة نومانز لاند، يعني بين الحدود اللبنانية والحدود السورية، يعني اللي مش خاضع بالسلطة لحدا. Thank you. عم بيتهجموا على الجيش وكأنه يعني عامل شي جريمة ومش شغلته الجيش، وليش هو بده يتعاطى بموضوع الجيش؟ هيدا بيتعلق بالأمن القومي، كل شي بيتعلق بالأمن القومي الجيش بحق له يتحرك فيه، ما بنسمح لحدا يجيب سيرة الجيش بهذه الطريقة أو يعمل مزايدات سياسية وشعبوية بهذا الموضوع. وليش مش هني؟ ليش مش الأمن الداخلي؟ الأمن الداخلي معروف توجهه وين، ما راح يتحركوا على النازحين السوريين لأنه بياخدوها بمنحة طائفي ومذهبي، سو انسولي موضوع، وبتعرفوا مين مسؤول عن وزارة الداخلية، بالتالي ما رح يتحركوا بهذا الموضوع. وطالما عطول بيتهموا الأمريكان، الأمريكان هن مش رح يخلون يتحركوا. فالجيش عم بيشوف ناس فايتة من دون إذن قانوني، من دون إذن شرعي، ومن دون إقامة، عم بيحطهم برات الحدود. خلي يجي حدا يناقشوا بهذا الموضوع بدل ما تقولوا إنه برافو عم بيقوموا بهذه الخطوة. لك يا عمي صار في عنا 2.5 مليون نازح حاودي اللي مسجلين، اللي مش مسجلين يا رب تنجينا، كل واحد عم بيتجوز 4 نسوان وعم بيخلف 16 ولد، يعني شو بعد، يعني شو رح يجينا من الامريكان او من الفرنسويه او من الايرانيه او من السعوديه لما يصير في عنا 3 ملايين نازح سوري؟ شو رح يجينا؟ يعني هيدا التهديد بالعقوبات اذا بدنا نفاوض الحكومه السوريه لحتى نظهرهم لبرا او نوديهم على بلدهم، مع كل احترام للمشاعر يعني من دون اي عنصريه او طائفيه بهذا الموضوع، شو راح يجينا؟ ليش شو الامريكان هن اللي راح الامريكان هن اللي راح يخلصونا من الوضع؟ بعدين ما في حدا بيفرض على حدا شيء الا اذا قبل المفروض عليه. طيب كمان في شغله بدي اذكر فيها قبل ما فوت باللايف، معلش لو سمحتوا لي، قصة يوسف الخلف اللي سحب 3 ملايين دولار ما بعرف من اي بنك، عم بيقولوا بنك الموارد تبع مروان خالد الدين، وعم يسألوا الشباب ويسألوا الوزراء السابقين وبعض الإعلاميين إنه بدهم يعرفوا كيف إجا وكيف طلعون، ولا وصلت معهم الوثائق، إيه الجيش خط أحمر، ما حدا يجيب سيرة الجيش، خط أحمر، في مشكلة مثلا حيالله ضابط أو عسكري أو قائد الجيش عملوا
شيء مخالف للقانون، في يقدر الواحد يروح يراجع المراجع القضائية اللي بتخالف، وخاصة المحكمة العسكرية ما راح تسكت على هذا الموضوع. فأكثر من هيك ما حدا يتعاطى مع الجيش بأي طريقة أو أسلوب مثل هالأسلوب الرخيص اللي عم يتم التعاطي فيه. خاصة اليوم سمعت مرتضى عم بيحكي عن الموضوع وعم يا لطيف يعني، يا أرض اشتدي وما حدا قدي، وبعد شوي رح يتهمه للجيش ما بعرف بأي اتهام. على كل حال، موضوع يوسف الخلف الأردني يلي سحب 3 ملايين دولار من ما بعرف يقال من بنك الموارد، هيدا الموضوع اللي بده يسأل عنه هي موجود عند علي إبراهيم مدعي العام المال، هو موجود عنده، هو اللي لازم يطلع تفسيرات كيف لحتى سحبهم، علما انه ما انه جرم قانوني هو يسحبهم. الجرم الاخلاقي هو انه البنك ومصرف لبنان يسمح ب 3 ملايين دولار انه يسحبهم، فالزلمه ما عمل جرم. هلا الملف بايد علي ابراهيم، من وقت ما تم وضع اليد من قبل النيابه العامه الماليه ما تم التعاطي. ولكن المستغرب يوسف الخلف زلمه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون، ليه؟ قال هو جنسه. اول شيء بالنسبه لموضوع اذا كان واحد مجنس يعني شو بده يكفله انه ما يرتكب ولا جريمه، مع انه الخلف يوسف الخلف ما ارتكب جرمه، الجرم اللي عامله هو البنك، لانه كمان بالمعنى القانوني منه جرم لحتى نفصلها اكثر للناس لحتى تفهمها، لانه ما في قانون كابيتال كنترول بعد ما حطوه، ما في قانون العقوبات ما بيجرم على هيدا الحاله طالما ما في قانون بمجلس النواب صدر عن الكابيتال كنترول لتحديد التحويلات والسحوبات. ثلاثه، البنوك ممتنعه عن تاديه الحسابات للمودعين اللبنانيين، كيف على اي اساس عم بيعطوه 3 ملايين دولار؟ الزلمه ما له علاقه. بس الاتهام انه جنسوا الرئيس الجمهوريه، اول شيء يعني مع مثل الكذب والاشاعات اللي بيطلعوها، رئيس الجمهوريه اصلا لحتى بما انه صلاحياته بالماده 52 بيصدر مراسيم تجنيس خاصه بمرسوم خاص يعني بيصدر عنه، ولكن ما بيصدر الا من بعد موافقه وزاره الداخليه، موافقه وزاره العدليه والامن العام، وبيكونوا عاملين كل التحريات عنه ويرفع الى رئيس الجمهوريه من قبل رئاسه الحكومه، فحدا ما يحطها بحدا بالرئيس الجمهوريه ويصنفها على هذا الاساس بس على يهجم على رئيس الجمهوريه. على كل حال بالنسبه لغير مواضيع يعني معلش في سؤال بدنا نساله، وين راح تفجير مرفق بيروت؟ ليش تم السكوت عنه من بعد انتهاء ولايه رئيس الجمهوريه؟ هيدي المواضيع الاعلام لازم يضوي عليها، الاعلام الكذاب والماجور مع الناس الكذابه والماجوره اللي بتتفاعل مع الكذبه الماجوره والاشاعه الماجوره اللي ببخها يوميا الاعلام الكاذب والماجور. خلصت ولايه رئيس الجمهوريه، بطل حدا يسمع عن ملف تفجير المرفأ، وكانه تفجير المرفأ صار مثل ما انا قلت بوقتها هي من اجل اسقاط رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون، لا اكثر ولا اقل. عملوا جميع الطرق لاسقاط العماد عون واسقاط المدرسه اللي بتكافح الفساد. لننتقل على الموضوع الاهم. لما يحطوا ببلشوا هالاشاعات من كذا يوم، من ثلاث ايام لهلا، اشاعات عن ترشيح الوزير سليمان فرنجيه على رئيس الجمهوريه، وبيحكوا وبيصيروا يهتوا ويحشروا عن لسانهم كان ببكركي ولا عن بعض الاعلام اللي ما كنت مفكره ماجور انا، بلشوا يضووا على تهديد المسيحيين بين هلالين، وكانه اذا ما بيقبلوا بتسويه سليمان فرنجيه برئاسه الجمهوريه مع نواف سلام رئيس حكومه، معناتها المسيحيين سوف يتعرضون لزلزال سياسي مثل اللي تعرضوا له بعد عملية 13 تشرين 1990، وهالتهميش المسيحي، ويمكن يصير في حملة تهجير للمسيحيين مبرمجة ومنظمة. هيدا الإشاعة، هيدي إشاعات، هيدا كذب، هيدا كذب ما تنقادوا وراه. اثنين، معلش لما تيجي تحشر انت فئة من اللبنانية بهيك موضوع تقول له اذا ما بتقبل بفلان وبعلتين رح يصير فيك هيك. انا بدي اسال سؤال قبل ال 75، انتم بتعرفوا، للناس اللي ما بتعرف، بتعرفوا انه رئيس الجمهوريه كان بوقتها ملك، عنده صلاحيات ملك، ما في حدا كان يحل مجلس النيابه لحاله، وكان يقيل الحكومه لحاله، وكان هو المشاورات لتاليف الحكومه هو يعملها، يجمع الوزراء اللي بده اياهم وينقي منهم رئيس حكومه.
تعرفوا انه ولا مرة استعمل صلاحياته رئيس الجمهورية ما قبل الطائف حفاظا على منطق الشراكة مع اللبنانيين الاخرين ومع الطوائف الاخرى؟ ليش بده يستعمل هيدا الاسلوب من سنة التسعين لهلا مع المسيحيين طالما الصلاحيات انتقلت لمجلس الوزراء كاملا ولمجلس النواب، لانه لبنان صار دولة بنظام برلماني وليس نظام رئاسي. طيب ما الواحد بده يحكي الحقيقة، وهون مش من منطلق طائفي. ولا مرة رئيس الجمهورية القوي بصلاحياته اللي كان ملك بصلاحياته ولا مرة استعمل أي من هذه الصلاحيات نهائيا لعدم إحراج الشركاء في الوطن. ليش من التسعين لهلأ بس يجي الموضوع على ترشيح رئاسة الجمهورية بده يبل إيده كل طائفة وكل ديك على مزبلة الطائفة تبعه، بس يكون الترشيح على رئاسة مجلس النواب رئيس الحكومة ممنوع حدا يحكي بالموضوع وممنوع المشاركة. ليش بس على رئاسة الجمهورية؟ ولك عيب، ما بتستحوا على حالكم؟ طيب انتم بتعرفوا ان اتفاق القاهرة صحيح غلطوا الزعماء الموارنة وراحوا بعتوا العماد بستاني على القاهرة ليمضي الاتفاق بال 69 يلي سمح بادخال السلاح الفلسطيني وفتح لاند للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين المحتلة، ويلي سيب أبواب لبنان ووطى حيط لبنان لحتى صار مين مكان يفشخ فوقه، وصار في تهديد للدولة اللبنانية كدولة، وصار في منطق معاكس بإنشاء بدل وطن بديل للفلسطينيين بلبنان بدل فلسطين المحتلة. انتو بتعرفوا انه رئيس الجمهورية بوقتها والقيادات المسيحية بوقتها لك راحت بعتوا العماد بستاني ليمضي اتفاق القاهرة لحتى ما يجرح كرامة المسلمين في لبنان والشركاء الآخرين لحتى ما نسمي التسمية طائفية؟ وقتها كرمال مين؟ كرمال حضرة الرئيس الله يرحمه هلا رئيس رشيد كرامة يلي طنبزت معه وراح قدم استقالته من الحكومة وجمع القيادات الإسلامية وعملوا مظاهرات وراح كذا ميت قتيل بوقتها سنة 69 بتشرين الأول لحتى ما يزعلوا شركائهم بالوطن. طيب عطول الواحد عامل دولة يا عمي بده يضل يسير على خرابه وعلى يزيد مشاكله ويحرق دين الوطن اللي قاعد فيه كرمال ولا الشعور الطائفي لطائفة الفلان أو الشعور المذهبي لمذهب الفلان؟ ما تعلمتوا بقى؟ ما هيدي مشكلة اللبنانية، هيدي مشكلة اللبنانية، ما بيتعلموا من المشاكل يلي بتصير معهم، ما بياخدوا العبر، ما بيتعظوا وبيرجعوا بيوقعوا بنفس المشاكل مجددا ومجددا، بدل ما يعالجوا أساس المشكلة بيرجعوا بيصيروا يرقعوها مثل ما بيرقعوا بالتسويات، مثل ما عملوا بال 90 ومثل ما عملوا بال 2005 مثل ما عملوا بال 2008 بالدوحة ومثل ما هلا عم بيحاولوا يعملوا. طيب هيدا فيما يتعلق رجاء ما حدا من القيادات ان كان اسلامية او مسيحية يحكي بمنطق نحن لبنانية كلنا سوا قبل الطائفة وقبل الدين وقبل المذهب. ما حدا بقى يحكي بمنطق انه اذا ما بتقبلوا بفلان ليه؟ انا بدي اسأل سؤال، ليش يعني نحن مجبورين نقبل بنبيه بري رئيس مجلس وهو 30 سنة هو اساس في هذه الازمات اللي عم نتعرض لها هلا؟ ليه انا بدي اقبل بنجيب مئاتي؟ ليه بين بحالة تسمياتهم ما حدا بيقول والله ما حدا بيتهمهم انه بيخرب واذا كذا رح نعمل بالشيعة كذا ورح يصير بالسنة كذا ورح يصير بالدروز كذا؟ لك ما خلص طلعوا منه هيدا المنطق الوسخ من اجل تبرير وجود هذه العصابة على رأس الدولة اللبنانية ومؤسساتها اعتبارا من سنة 92. طيب بيجوا على موضوع رياض سلامي بيقولوا لك الامريكان بدهم يحموه والقضاء الفرنسي او القضاء الاوروبي ما راح يطلع شيء من امره لانه الامريكان بدهم هيك. هيدا كلام كذب، واللي بيقولكم الامريكان او الروس او الصين او السعوديه او ايران او فرنسا لهم علاقه بهذا الموضوع قولوا لهم كذابين. يلي عم بيحمي رياض سلامي ويلي عم بيحمي هذه العصابه هي العصابه المنظومه داخل لبنان. انا بدي اسالهم لهودي اللي بيطلعوا بيكذبوا على الاعلام، الامريكان طلبوا من نبيه بري ليطلب من مدعي العام المالي ما يتحرك على كل الجرائم الماليه
او من القضاء اللبناني او من النيابه العامه التمييزيه ما تتحرك كل 30 سنه على الجرائم الماليه اللي كانت عم ترتكب وكلهم عارفين فيها. لك في جريمه وحده بس بتسقط دول على حالها كرمالها انه مجالس نيابيه ما تعمل موازنات على 12 سنه، هيدي اكبر جريمه ارتكبت بحق الماليه وبحق الشعب اللبناني. الامريكان طلبوا من علي ابراهيم ما يتحرك، الامريكان طلبوا من المدعي العام التمييز ما يتحرك، الامريكان طلبوا من حزب الله ومن نبيه بري يسموا نجيب ميقاتي. لنفترض الامريكان طلبوا عبر الفرنسويه لو ما يتقبل المقاومه ولو ما يقبل نبيه بري ما كانت تسمى نجيب ميقاتي. الامريكان هني طلبوا يكون عنده علي خليل مئات الملايين الدولارات. الامريكان هني طلبوا من رياض سلامة يغطي على فلان وعلى علتين. بيكفي كذب بقى على العالم. الامريكان طالبين وقف التحقيق بعيد بجريمة مرفق بيروت. مين اللي عم بيغطي ومين اللي عم بيسيس؟ قسم من القضاء بأوامر من العصابة السياسية الموجودة من سنة 92. الامريكان طلبوا من رفيق الحريري ومن نبيه بري ومن وليد جنبلاط يعملوا خطط ارهاق لبنان بالديون. شو كانوا بيعملوا معهم الامريكان؟ ماشي. شو كانوا بيعملوا الفرنسويه لو ما قبلت المقاومه ونبيه بري بتسميه نجيب ميقاتي؟ الامريكان طلبوا من نجيب ميقاتي ياخذ ال 500 دولار كفالات على خطوط السلس. الامريكان طلبوا من ميقاتي يروح ياخذ قروض الاسكانيه. الامريكان طلبوا من نبيه بري تكون مدامته عندها شركة تعهدات عامة بتاخد تعهدات لمصلح لحساب الدولة اللبنانية. الأمريكان قالوا له نبيه بري حط خيك نائب رئيس مجلس الإنماء والأعمار. الأمريكان قالوا له حط أبلين أبلين رئيس مجلس الجنوب. الأمريكان طلبوا من وليد جنبلاط يلهف صندوق المهجرين. لكن بيكفي كذب على العالم. الأمريكان طلبوا من مدعي عام التمييز ومن مدعي العام الاستئنافي بيروت زياد ابو حيدر يرفض ملاحقه رياض سلامه. الامريكان طلبوا من ابو سمره شربل ابو سمره قاضي التحقيق الاول بالوكاله ببيروت يخترع فتوى قانونيه ليحمي رياض ليحمي نجيب ميقاتي من موضوع الادعاء بالاسراء غير المشروع. الامريكان طالبين من نبيه بري ومن المقاومه. يعني معناتها إذا الأمريكان هيك معناتها نبيه بري، المقاومة، القوات اللبنانية، الحزب الاشتراكي، وأصلا اعترف وليد جنبلاط إنه الأمريكان حرضوه على 7 أيار، على 5 أيار إذا بتتذكروا، إيه هون الأمريكان شغلتهم يقولوا لهم كذا، بس مين اللي بينصاع للأوامر؟ مين اللي بينصاع؟ معناتها إذا هيدا كل شيء عم يحطوه بالأمريكان، إن كان حماية رياض سلامة ولا حماية هيدي المنظومة، معناتها كل رموز المنظومة هن عملاء للامريكان. ما انتو هيك بتكونوا عم بتوسخوا بالمقاومه وعم بتوسخوا بنبيه بري وعم بتوسخوا بسمير جعجع وعم بتوسخوا بوليد جنبلاط. يعني عم تعتبروا هاي المنظومه كلها سوا هي عميله للامريكان. هيدا معناتها ليش المقاومه لو قالت له لا لفرانسوا لايمانويل ماكرون ما بدنا نجيب ميقاتي كانت تسمى نجيب ميقاتي؟ لا. في يفرض ماكرون على لبنان يسموا نجيب ميقاتي؟ لا. فبيكفي الكذب على العالم. القضاء فيما يتعلق بالملاحقات على رياض سلامة ما لها علاقة بالسياسة الأمريكية ولا السياسة الفرنسية. لو انه مزبوط انه الأمريكان بدهم هيك ما كان القضاء الفرنسي بيتحرك بهيدي الطريقة وما بيردوا لا على ماكرون ولا على غيره. مين اللي حميل رياض سلامة بلبنان؟ الأمريكان؟ يعني معناتها انتو اذلاء عند الامريكان، انتو ماجورين عند الامريكان، وانتو عملاء عند الامريكان، وما حدا يحكي بغير منطق ساعتها. مين الحمي؟ مين اللي عم يعمل له البلوتيكات والفبركات القانونيه بقلب السلطه القضائيه؟ مين؟ المحاصصه اللي عملتها المنظومة. هلا حدا بده يقول لي ايه المنظومة خلقتها المنظومة الدولية؟ ايه اكيد.
بس هولي لو انه بيرفضوا يسمعوا من الادارات الخارجيه، مين كان بيقدر يفرض علينا؟ او لا هلا بيقولوا لك شو؟ اذا بتتفاوض الحكومه اللبنانيه مع الحكومه السوريه حول موضوع اعاده النازحين، يا وينكم رح تعمل عقوبات امريكان عليكم. ولكلكم وقفوا موقف واحد، عم بحكي عن العصابه السياسيه، وقفوا موقف موحد وقولوا لا للامريكان، مين بيقدر يعمل معكم شيء؟ بين عم ينقال لا للامريكان فيما يتعلق بالمقاومه ضد اسرائيل، ليه ما بينقال لهم لا للامريكان فيما يتعلق بالمقاومه ضد الفساد في الداخل اللبناني؟ ما بقت فيكم تمرقوا الكذب على الناس، ما بقى فيكم، ما بقى فيكم خلص. العصابة اللي استولت على السلطة اعتبارا من سنة 92، ما بدنا نضلنا نقول الحق على التليان، الحق على اللبنانية وحق على المنظومة، واسم كبير بتحلى حمله الشعب، بعض الشعب اللبناني. مين عم يمنع الكابيتال كنترول؟ الامريكان او الايرانيه او السعوديه؟ اللبناني اللي موجود بعصابه السلطه خلصت ولايته رئيس الجمهوريه، وينو التدقيق الجنائي؟ ضبينه بالجرور. مين الامريكان قالوا له لعلي حسن خليل ليوسف خليل او لنبيه بري ضبوا بالجرور؟ ولا مخافه ان تفضح ملفاتهم كلها؟ مشان هيك ضبينه بالجرور. لو ما هني بدهم الامريكان يتدخلوا فيهم او الفرنسويه يتدخلوا فيهم او الايرانيه او السعوديه، كانوا بيعملوا انتخابات رئاسيه من الشعب مباشره. خليكن مركزين، هذه المنظومه من سياسيه لدينيه لماليه لاعلاميه لامنيه هي بدها تحمي حالها، ما رح يتخلوا عن مكتسباتهم وعن سرقاتهم اللي عملوها من سنة 92 بالهين. ثاقبت الظروف الدولية هلا جاية لمصلحة الملاحقات، لأنه اكتشف اشياء كبيرة من وراها بالداخل الأوروبي. هيدا هو نحن، أنا شخصيا هيدا أملي الوحيد، أملي بحدا من جوا. أنا ضد انتخاب رئيس جمهورية طالما في رئيس مجلس نواب اسمه نبيه بري، مش لأنه في كره شخصي عليه، لا أبدا، زلمة مهضوم وبينكت، لأنه رئيس مجلس نواب لم يقم بواجباته ولم يمارس صلاحياته بالرقابة على كل أعمال الحكومات المتعاقبة من سنة 92، واللي هو دوره الجوهري، دوره التشريعي. الاعلام الكذاب والعصابه السياسيه، ما هي عم بتمرق هيدا الموضوع بالتحديد وبتصور، بيسخفوه بيعتبروه محيز للقضاء الفرنسي. ليش خي محيز؟ مين قال لك محيز؟ ليش وقت الرئيس غدعون كانت تعمل كل هيدي الملاحقات يقوموا القيام عليها ويقدروا يعرقلوها بالداخل اللبناني؟ ليش الامريكان ما عم يعرقلوا القضاء الاوروبي؟ ليه؟ لانه اللبناني بهيدي العصابه ما عنده قدره على وقف الملاحقات القضائيه باوروبا. واليوم سمعته بالخبر، وكنت ثلاث ايام حكي عنه، من ثلاث ايام انه رياض سلامه سوف يتم الادعاء عليه. ما بده يروح على فرنسا يصطفل، بده يطلع له مذكره توقيف، مع انه انا نصيحتي بقول له والله العظيم يعني هيك قلبيه، نصيحه قلبيه، الافضل انك تروح على فرنسا وتقر عن المنظومه وتعمل مقايضه مثل اللي عملها مروان خير الدين، تزمط من اقصى العقوبه، بيعملوا لك عقوبه مخففه، بيعملوا لك برنامج حمايه الشهود، ما تعت الهم. فحط الاشياء بالامريكان على طول، معناتها هي ايداني اللي عم بيحطها على الامريكان، مش دفاعا على الامريكان. انتبهوا يعني هن بيعملوا سياسة خارجية بشكل عام، التفاصيل عمين، تفاصيل التنفيذ على الدولة اللي هن بيقدروا يضغطوا عليها، وعلى الناس اللي مزروعين بسلطات فاسدة يقدروا يضغطوا عليها. ايه هيدا كلام منطقي، بس لما تدير كل شيء على الامريكان معناتها
انت ما فيك تجي ولا تكون ضد الامريكان بمحاربة العدو بس، ولا بترضخ للامريكان بالداخل لانه بدكم تحافظوا على المنظومة وعلى هيدي العصابة. فلهالسبب ترشيح فرنجية بيجوا بيقولوا لك طيب خليه يوافق يقلنا شو هو برنامجه وهيدي الاوراق. لا يا خيي ما فيك، مرشح المنظومة لن يمر، مش لازم نقبل فيه. هلا مش معناتها انه اذا ما المشكلة وين؟ عم بيروحوا بيشحدوا وصايات الدول وبيركبوا تركيبات بين الدول على موضوع ترشيح رئيس جمهورية بلبنان. بيقولوا لك تفضل هيدي التسوية يقبلها. مرشح منظومة ممنوع. رئيس ينتخب بظل مجلس نواب يترأسه نبيه بري مش لازم تصير. بتمنى على الناس اللي ما عم تلقطها لهيدا الحكي الإشارة منه أو المغزى منه، مش معناتها حماية الأمريكيين. بدي أسأل سؤال أنا، عامر الفخوري يلي توقف في لبنان وتحكم بالمحكمة العسكرية، مين الأمريكان ضغطوا مش هيك؟ هن بيتهموا الأمريكان عملوا توليفة ليظهروا من المحكمة العسكرية ويفللوه، وطلعت الحكم عليه بمرور الزمن، علما انه هون بالقانون عم بحكي تبهوا العميل عامر الفخوري لا يحق للدولة اللبنانية أو المحكمة العسكرية أن توقفه، لأنه الجرم بقانون العقوبات سقط بمرور الزمن الجنائي، سقط. يعني لما تكون ملاحقة 10 سنين أو 20 سنة تسقط بمرور الزمن العشري أو العشرين سنة، ما بيحق لهم يوقفوه. هلا توقف، لمين قالوا؟ مين اتهموا؟ إنه الأمريكان ظهروا. طيب المحكمة العسكرية بإيد مين؟ عم بحكي بموضوع التعيينات، مين هو رئيس المحكمة العسكرية؟ رئيس المحكمة العسكرية العميد بوقتها ما بيتعين إلا ما يكون موافق نبيه بري، والشق الثاني بتكون موافقة قيادة حزب الله، لأنه سياسي عم بحكي، لأنه التعيين رئيس محكمة عسكرية شيعي يتم بموافقة الطرفين الثنائي الشيعي. يعني معناتها الثنائي الشيعي رضخوا للأمريكان، هيدي معناتها. فهيدي مش منيحة بحق المقاومة يلي عم بيقولها من محور الموانعة، ما أنا منيحة. عم تورطوا المقاومة بأنه هن عملاء لا سمح الله لأمريكا، معكم خبر هيك؟ يعني ما عندهم مشكلة تطلع هيك خبرية بس لحتى يزيحوها من رقبتهم، أو بس لحتى يحموا رياض سلامة. ما عم بحكي على المقاومة هون، انتبهوا، عم بحكي بالمنطق السياسي. وبتمنى من يوم وطالع ما حدا يفهم الكلام غلط، ما له علاقة بشو شعوره الواحد بالنسبة للمقاومة غير المقاومة، عم بحكي بشكل منطقي متجرد. لما تقولوا انه الامريكان ظهروا لعامر الفخوري معناتها نبيه بري فات باللعبة، ومعناتها موافقة المقاومة، واذا ما كان بعلمها معناتها عندها مشكلة. فلهالسبب لما يتسمى مئاتي شو ماكرون يعني قادر يمون على قيادة الحزب؟ لا مش قادر يمون، بس لما توافق معه معناتها اللبناني اللي عم بيخلي هذه المواضيع تصير. وهلا مثلا بدي اعطيكم مثل صغير، ما في انا اجي اطلب تعهدات يلتزم فيها اكس من المرشحين، وبما انه عم نحكي عن سليمان فرنجيه انه نبيه بري او المقاومه تعطي ضمانات لجبران باسيل مثلا، ما لا يركن. شو اللي ما اذا نبيه بري ما قادر حدا يمون عليه ان كان بضمانات ولا بغير ضمانات، على اي اساس بده يتامن لسليمان فرنجي بضمانات؟ وبعدين الضمانات مش هيدا النقطه، مش هيدا الموضوع، والبرنامج مش هو الموضوع. هذا الانتخاب هو لتكريس هذه المنظومه فقط. ما في اجي اقول له انا معي ورقه تفضل تعهد لي فيها لحتى انتخبك. لا، مثلا انا اذا الطيار بينتخب اذا بيعملوا تسوية او يعني او لنقول والله رح يعمل هيك رح يلتزم بهيك سامي برجي، لا ما بقبل. انا مثلا بهجم على الطيار في حال قبله يوما ما بسليمان فرنجي كسياسي عم بحكي.
لأنه ما فينا نعمل معركة ونعلي السقف نرجع نقبل بتسوية في مكان ما. وهيدي أصلا عرضت على الوزير جمرة باسيل ورفضها كله، وعطيو تعهدات. شو بدك حكمية مصر في لبنان؟ شو بدك بقيادة الجيش؟ شو بدك بمديرية المخابرات؟ شو بدك بالوظائف؟ شو بدك بالوزارات؟ رفض. ليه؟ من أي منطلق رفض؟ لأنه الوزير جبران باسيل رفض، لأنه إذا بيقبل انتهى. إذا بيقبل معناه تكرس لهذه المنظومة، بكفي إنه صار في تسوية داخلية بموضوع انتخاب رئيس جمهورية لعماد بشلون. على أول مفرق ضربوها لهذه التسوية. ما فينا. مشان هيك أنا ضد انتخاب رئيس حتى لو ما كان فرنجي، او حتى يلا حدا تاني، او حتى جبران باسيل، بيظل وجود رموز الاساسيه لهذه العصابه. شو بتنفع؟ شو بتنفع رئاسه الجمهوريه؟ وشو بتنفع رئاسه الحكومه اذا عم يطلبوها من برا يسموا لنا فلان وعلان؟ ما هو لو في، لو بيتوحد الراي اللبناني وبيرفض كل الاملاءات الخارجيه، لا امريكا ولا طل طلايل فيها تعمل شيء معنا. لا، ما اكيد ما رح يقبل. ما مشان هيك هي جو عم نحكي بالموضوع. ف قصه رياض سلامه محسوم امره، وقصه الفضايح على الكبار محسوم امرهم. انتبهوا، مش لانه الامريكان هيك بدهم او ما بدهم، او الفرنسويه هيك بدهم او ما بدهم. لا، الملاحقات هي قضائيه صرفه بحته تجري في اوروبا نتيجة عدة عوامل التقت مع بعضها، منها الادعاءات اللي قمنا فيها، ومنها التحركات يلي قامت فيها بعض المؤسسات الأوروبية، ومنها أيضا الوعي الضمير عند بعض المؤسسات الرسمية بالاتحاد الأوروبي وبدول مثل فرنسا ومثل ألمانيا ومثل سويسرا. ورابعا قصة فضائح مالية قامت بها مؤسسات وأصحاب مؤسسات مالية ورسمية بهيدي الدول الأوروبية. هلا بدهم يعملوا تسوية كرمال يجيبوا سليمان فرنجي ويجيبوا نواف سلام. طيب معني، ما المقاومة كانت عم تحكي عن نواف سلام انه أمريكاني ولا نقبل به. على أي أساس بدها تقبل؟ معلش هون عم بوجه الحديث سؤال لقيادة المقاومة اللي بحترمه وبعز وبجل. عملتوا حملة على نواف سلام لما نشم ريحته انه بده يجي، بتتذكروا وقت مصطفى اديب وقبل حسان دياب قلتوا هيدا عميل وهيدا امريكاني ولا نقبل به. شو اللي تغير هلا؟ اذا التسوية بدها تجيب سليمان فرنجي مقابل نواف سلام، شو اللي تغير؟ هيدا السؤال لقيادة المقاومة يا ريت بجاوبون عليه. صار بينقبل؟ ليه؟ لانه صار في تسوية ايرانية سعودية. يعني كل الحكي اللي كان عم ينحكى قبل منه مزبوط، كله لا الاستثمار الشعبي. وهيك الكلام بينطبق على الطيار وبينطبق على كل الناس اللي عم بيفكروا انه يبنوا دولة. ما بقى في الواحد يتراجع، انفتحت معركة الفساد ما بقى فينا نتراجع. وكل واحد بيتراجع وكل حزب وكل تيار بيتراجع بيتحمل مسؤولية هو، وبيتحمل مسؤولية الانتقاد اللاذع عليه. كان سعودي وامريكاني نواف سلام، هلا عم بيحكوا ايه والله بيمشي الحال، وعم بيسهلوا للفرنسيين بالمفاوضات مع السعوديين لحتى ينقبل بهيدي التسوية لحتى يجيبوا سلامين فرنجي. ليه؟ ليه هالتشدد هيدا؟ ليه؟ ليه هالاستقتال وممنوع مناقشة بأي اسم آخر؟ ليه؟ ليه؟ شو لها تفسير؟ وليه هالاستقتال الفرنسي؟ ليه؟ شو قلت؟ شو 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 اسبابها؟ ليه؟ فهيدا اللي عم تسمعوه بالاعلام الكذب انه رياض سلامه بده يحموه الامريكان، هيدي نوايا تمنيات عند هذه المنظومه مع اعلام الماجور. تمنيات. وهيدي قصه قرب موعد انتخاب فرنجي وقربه من بعبده، هيدي تمنيات. وما فيكم تقولوا لحدا لطرف بلبنان اذا كذا رح يصير فيكم كذا.
لا لا لن نقبل. مش قصة انه نحن القرار بايدنا، اذا ما قبلنا يعني ما راح يمشي الحال. يمكن عم بلكم بكره السعوديه وايران والفرنسويه والامريكان يتفقوا، يقولوا طيب يلا جيبوا سليمان فرنجيه، بيقولوا له لسمير جعجع يلا نزل غطي الجلسه وانتخب، ما في مشكله. ولكن هيدا الموضوع بده يخلق مشكله عميقه ب التصور السياسي لدولة لبنان. ما فيكن بقى توصلوا لمطرح المعتدل يلي أنا بجسد حدا منهم، أنا إنسان معتدل، توصلوني لمطرح مثلي ومتايل نفكر بطريقة غير اللي عم نفكر فيها هلأ. ما فيكن. فهيدي قصة تهويل وقصة كذب، لأنه المنظومة الإعلامية هي ذاتها بالحلقة اللي قلت مثل عنها من 3 أيام، هن ذاتهم بالحلقة المقفلة تبعيت المنظومة السياسية والدينية والمالية، شغلتهم وعملتهم يقولوا هيك. ايه وانا حضرته. فما بقى تتاخدوا بالإعلام وبقصص اللي بفبركوها لحتى يهروا لكم معنوياتكم هالقد هالقد. انت سمعته لبوتين خي علي؟ سمعته لبوتين؟ يعني حتى اذا بوتين بده يعني شو يعني رح تفرق الروس رح يفرقوا عن الامريكان والفرنسويه والسعوديه والايرانيه بهذا الموضوع؟ انه اذا حكى بوتين عن موضوع سليمان الفرنجي، سمعته انت شي مره طلع حكي بوتين بهذا الموضوع؟ او وزير الخارجيه الروسيه؟ في حال هن عاملينه. يعني والله اذا بوتين بده اياه يعني بيمشي الحال؟ لا، فشل برقبته مثل مش فشل برقبه حيالله رئيس امريكاني وفشل برقبه حيالله رئيس فرنساوي. هاللبناني السيادي هيك بيحكي، ما بيقبل. اللي بده يحمي رياض يحميه من الخارج، اذا الداخل ما قبل بالحمايه الله السلام على اسمه ما في يحميه. هيدا هو المنطق اللي بدنا نحكي فيه. انا مش عم بري لا الامريكان ولا الايرانيه ولا السعوديه ولا الفرنسويه ولا الروس، بس وين بصير هيدا الموضوع ينفذ؟ وين؟ بالداخل اللبناني. هيدا هو المساج، الرسالة اللي عم نوصلها، هيدي هي. إذا ما بنقبل نحن ما فيهم شو بيهددونا بالعقوبات؟ طب أكتر من أكتر من هالقرف اللي عايشين فيه بلبنان رح يصير في قرف؟ طيب شفتوا شو صار وقت اللي حكينا عن موضوع عقد التلزيم المطار؟ مبينة القصة واضحة، في تسويات اقتصادية كبرى كانت عم بتصير مع فرنسا، لأنه فرنسا لا تتمتع بالوزن السياسي والثقل السياسي بالشرق الأوسط وخاصة بلبنان بعد تراجعها لمصلحة النفوذ السياسي الأمريكي. قالت الإدارة الفرنسية بعمل هالبلوتيكا هيدي وبتعاطى مع المقاومة وما بيعلن إنها منظمة إرهابية لحتى اخذ هالعقود الكبيره، والا شو مبرر شو تفسير الوزير حميه وقت اللي استنبط موضوع العقد من دون مناقصه عموميه؟ في حدا يفسر؟ ما بقى في، يعني مبينه القصه صارت عم تتوضح. تسميه مئاتي وقبول المقاومه، ولك ما بدي احكي انا عن موضوع المقاومه، انا عم بحكي بالوقائع هيدي. يعني الفرنسويه مستقتلين لحتى يعوضوا الفراغ السياسي اللي عندهم اياه بالشرق الاوسط، بحطوا اجرهم اقتصاديا بلبنان وبينتفعوا من الاقتصاد، وبيمرروا العقود بوزاره الطاقه بالغاز بالنفط بوزاره الاشغال بالمرفأ بطرابلس ببيروت بالمطار بالاتصالات بالبريد. ليه عم نسمح له نحن؟ فاذا شو ما عملوا الامريكان والروس والصينيه والايرانيه والسعوديه والمصاروي والاتراك وفرنسا والدنيا كلها،
إذا نحن ما منقبل ما بيقدروا ينفذوها علينا. وأكثر من هيك الفرنساويين مستقلين على لبنان لأنه انشحطوا من أفريقيا، بطل عندهم مردود اقتصادي. نيجي نحن بنقدم لهم إياها على طبق من فضة؟ هيدا هو المقصود بالكلام. ما لازم بقى حدا يقبل، وبيئة المقاومة ما لازم تقبل. لك ما لازم، مش هجوما، لا، المنطق بدنا دولة. يا عمي بدنا نبني وطن، يا عمي بدنا دولة نعيش فيها، نحترم حالنا ونحترمها وهي تحترمنا. لك بدنا نعيش مثل بقية الشعوب العالم. ما بيعني لكم هيدا الموضوع شيء؟ ما بيعني لكم؟ فإذا بنهاية الفيديو بكرر، موضوع رياض سلامة منتهي، بيرجع له إذا بده يروح على المهم. يعني هن عم بيحاولوا يحموه بلبنان بس مش رح تزبط معهم. مذكرة انتربول وبتتعمم توصل على النيابة العامة التمييزية مثل كنت عم بشرح قبل. وأنا أكيد إنه الزلمة ما رح يقبل يوصل لهون، ممكن عم بقلكن يفضح المنظومة كلها سوا بالأسرار تبعيتها، بما إنه فضح قسم مروان خير الدين. وهون لما نحكي عن مروان خير الدين مش يعني إنه لأنه التحقيق السري عم يتهرب، لا، عم نسمع من الوكلاء من المحامين اللي معنيين بالملفات هيدي. مثل ما اليوم المحامين تبعون رياض سلامة بفرنسا بلغوه انه النيابة العامة او القضاء التحقيق البريزي رح يطرقك مواد الادعاء والاتهام، مش معناتها انه نحن عم نعرف بالتسريبات، لا. هلا موضوع رياض سلامة ما له علاقة بالسياسة بالنسبة لاوروبا، واللي عم تسمعوه على الام تي في وعلى النيو تي في وعلى كله كذب. ليه؟ لانه بده يحموا حالهم، لانه هن من ضمن الحلقه المقفله تبعيت المنظومه كلها. والقصه انتبهوا، مش رياض سلامه، رياض سلامه هو فلينه القنينه، رياض سلامه يملك هذه الاسرار وبالتالي رح تنجر كلها سوا. ومثل ما عم وعدناكم قبل عم بيصير هيدا الموضوع، وما عندنا ثقه بحدا وما عندنا ايمان بحدا الا بهيدي القصه بالتحديد، لحتى نضرب ما تبقى من براغي لهيدي العصابة اللي حاكمة بلبنان. ورح يعملوا كتير، ليكو رح يعملوا كتير، بيهددوا انه والله بدو يجي بدنا نجيب حاكم مصر في لبنان. انا شخصيا لا اقبل بان تعين حكومة بطراء ما عندها الصلاحية الدستورية التعيين، وشو بدنا فيه لحاكم مصر في لبنان بس تخلص مثلا، او اذا توقف وانحبس شو بدنا بحاكم مصر في لبنان؟ ليش يعني وجوده؟ ما هو بوجوده وصلنا لهالحالة المهترية. فهيدي المواضيع ما فيها مساومة ورح تنتهي بالطريقة اللي عم تمشي فيها. وقد ما سخفوا بقيمة الملاحقات بأوروبا عم بيسخفوا حالهم هن، لأنه الفزعانين ورح يضلوا يكبروا ما تعتلوا هم، ورح يمرقوا عقودات عقود تحت الطاولة اللي عم نقدر نكشفها عم نحكي فيها، لحتى بركي بيعملولهم واسطة برا ليبقوا. لا، بس هو كانت كل هيدي الامور بتنحل بسرعه لو الشعب واعي لهيدي الحقيقه اللي عم نحكي اياها. بتقول له هيك بيقول لك ايه الزعيم والزعيم هالقد. مين بالداخل قادر يعارض القرار الخارجي؟ هيدي هي. مين المقاومه فيها تعارض قرار خارجي؟ مقاومة بأمة وبيا ضربت الإرهاب بكل منطقة الشرق الأوسط لوصلت لليمن، وضربت العدو الإسرائيلي. عم بتحطولها من قيمتها لما تقولوا ما فيها تقاوم القرار الخارجي. لا، مهم حدا يشارك مع الخارج بتسويق القرار الخارجي بالداخل اللبناني هالقد. بعد في مجال، بعده ما يعني بعده اتس نوت ليت، بعد في مجال نوقف بوجه كل هيدا الحكي اللي عم ينحكى. وصدقوني القوى الخارجيه لما تشوف في موقف رافض بقلب دوله معينه
بتصير تتفاوض مع هودي القوية بالدولة المعينة. هيدا المنطق السيادي للبناني. بنترك لاخر فيديو بنقول له نحن معك لاخر نفس. فطر سعيد ومبارك لكل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، وان شاء الله مثل ما قلت باول الفيديو بيفطروا على العصابه. بنشوفكم بكره الساعه 9:30 بتوقيت الجبل مجددا، وتصبحوا على الف خير.